سيدي، في أخبار بشعة كتير. خير كوبوك، في شي؟ في واحد واطي هاجم باص نقل داخلي باسطنبول. الخبر انتشر بكل المحطات. هز اسطنبول اليوم خبر هجوم إرهابي خطير. حاول الإرهابي أن ينفذ مجزرة في وضح النهار بباص النقل الداخلي، وكان الإرهابي قد احتجز الركاب كرهائن. استطاع أحد الركاب أن ينشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي، وعرفنا أن العملية كانت رداً على اعتقال الشرطة لشخص يدعى المضر، وهو رئيس الدولة الإرهابية المزعومة. حاولت الشرطة التدخل والتفاوض مع الإرهابي، فأطلق الإرهابي الرصاص الحي على ركاب الحافلة، وكانت نتيجة الحادث عدداً من القتلى والمصابين، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد أن تم قتل الإرهابي. وسنوافيكم بكل جديد في حال وروده إليه. بلشوا يردوا بنفس الأسلوب، لازم نتصرف بسرعة. معلم، ممكن يصير عدد كبير من الشهداء والجرحى. أنا اتفرجت على الفيديو اللي انتشر على الإنترنت، عم يقولوا بكل وضوح إنه بدهم فك أسر المضر وإلا ما رح يوقفوا. على الأغلب عم يشعل الفتنة حتى تضل الهجمات بين الطرفين. من حظنا إنه ما هرب. الشرطة قدروا يقتلوا الإرهابي. أولاً هدفه الأساسي مو ينقذ حاله، هذا الشيء واضح. نحن أخذنا دراغان. هني هيك عم يعملوا دعاية للشي اللي صار، عم بيحاولوا يخوفوا الشرطة ويركعوا الدولة لحتى يصير اللي بدهم إياه. يا حرام، مساكين مفكرين إنه ممكن سلم دراغان بالتهديدات. وشو رح نعمل هلأ؟ بلكي صار هجوم تاني، كيف رح نعرف عن الجهات التانية؟ رح نحقق مع يلي عنا ونعرف. كأنه خطة حطة دراغان لأنه عامل حسابه رح ينمسك، وأكيد بيعرف الهجوم يلي بعده. أي مزبوط معلم، الزلمة يلي اسمه سادق وكمان دراغان لازم نسحب منهن المعلومات بأي طريقة. بدي كل المعلومات يلي بتحكي عن الهجوم اليوم بسرعة، بدي أعرف كل شيء بالتفصيل الممل. إمتى دخل الإرهابي على البلد؟ شو هويته؟ وين عايش؟ فتشتوا بيته؟ ماشي. ايه يا فوز. إيلام، في عندكم شي معلومات جديدة؟ عم نتحرى. رح يتم تحديد هويته وإمتى فات على البلد ووين عايش، ورح يتفتش بيته. بلكي منقدر نلاقي شي. أكيد عم يتواصل مع بقية عناصر الخلية. إيلام، عناصر الخلية ما بيتواصلوا مع بعضهم، شفنا كتير من قبل، صدقيني ما في نتيجة أبداً من هالشي. طيب عندك خطة؟ تقدري تحكي مع الاستخبارات مشاني؟ لازم أدخل على المكان يلي فيه دراغان وسادق. طيب رح أعمل جهدي يا فوز، بس بجوز ما يعطوك غير ساعة وحدة يا فوز. ساعة وحدة بتكفيك؟ ساعة بتكفي وبتزيد إذا رح يصير لسه هجمات، فما حدا غيرهم بيعرف. طيب معناها رح أبعت لك الموقع، نلتقي هنيك. مع السلامة. هذا الأكل إلهم؟ إيه ست إيلام. هذا رح يفك عقدة لسانه، رح يغردوا مثل البلابل. فوتولن الأكل بعد ما نبلش تحقيق مشان ما يشكوا فينا. تحت أمرك. ها؟ وهي إجا الزلمة اللي ناطره. ما حدا منكم عم يعطي درس للتاني، ما هيك؟ عم نلف وندور ونرجع لنفس المنظر. ما بسمح لك تشبه الجزار دراغان بصغار، هنن مو مثلي. انتو كلكن نفس الوساخة دراغان، حتى وجوهكن البشعة نفس الشكل، بس الأسماء عم تتغير. بيروح جولاق وبيجي جزار، بيروح الجزار شي يوم وبيجي بياع الخضرة بداله. بس هلأ ليك النهاية قدامي. أنت مخلوق وسخ ومستحيل تنظف أبداً. قدي الساعة هلأ يا فوز؟ ما رح يكون إلك شغل بالساعة، ما رح تلزمك أبداً، لأنه قعدتك هون طويلة.
لكن خليني أسألك سؤال تاني. شو كنتوا تسموا الناس يلي ماتت منكم شهداء؟ كم شهيد صار عندكم يا فوز؟ هدول الناس يلي بيضحوا بيروحهم بسبيل البلد منسميهم شهدائنا. بس انت وامثالك الاندال ما رح تفهموا هيك شيء ابدا، لانه هالبلد مستحيل يكون الكون. لا لحظه، انت عم تحكي كلام كبير يا فوز. انا متاكد انك شفتني بالبث المباشر، قتلتوني ورجعت من جديد. شوف ليكني انا رئيس دوله هلا، ورح تاسس دولتك بانه تزد حالك من حضن للتاني وتهز بدنبك كل ما حدا زدت لك عظمي، ولا تاخذ كاسه مي وتركض فيها لكل حدا بيكون عنده خيار. لازم تفهم انه نهايتك راح تكون بهي الغرفه وما عندك خيار تاني. تاكد انه انتم ما راح تقدروا تخلوني هون لوقت طويل كثير، كل دقيقه محتجزيني فيها هون مو لصالحكم وراح تكون ضدكم. راح تستمر العمليات وبالتالي راح يموت ناس كثير مثل ابوك. وشو كان اسمها مرت العميد؟ أو هذا قائد فريقكم، شو كان؟ فتحي فتحي فتحي. اسمعني ولا اسمعني منيح، إذا بتجيب تاني مرة اسمهم بتمك هالوسخان رح أقطعه لسانك. عم تسمعني ولك؟ عم تفهم؟ ما فيكن تاخذوا مني اي شيء، لا تحاولوا على الفاضي، قلت لكم من الاول اني ما رح احكي شيء. عن جد؟ مفكر انه رفيقك دراغان رح يجي وينقذك لما يعرف انك هون؟ معناها رح ورجيك شيء ممكن يغير لك رايك. سربرايز. دراغان؟ ايه دراغان، كنت مفكر انه ما منقدر نجيب هالشيطان، ما هيك؟ طلع شوف الزلمه يلي عامله مثلك الاعلى، شوف. وهلا رح تحكي لي يا دراغان بالتفصيل عن كل أماكن الهجمات اللي جاي. مستحيل. للأسف ما بقي لك قائد يقدر يطالعك من هون بعد هلأ، ليكو صار بالسجن. رح نجيبكن واحد واحد يا صادق إذا كنتوا عايشين أو ميتين. لو أنا مكانك لكنت بتعاون فوراً. رح أسألك لمرة واحدة بس، الإرهابيين نفذوا الخطة يلي حطيتوها وساويتوا هجوم باسطنبول لأنه انسجن دراغان؟ مساحة الضحكة القذرة يلي على وشك فوراً يا صادق، لا تخليني عصب. منعرف إنكم عم بتخططوا لهجمات جديدة كمان، بدي إياك هلأ تحكي لي بأي مكان. لا تطلع علي وأنا واقفة وهادية هيك، بوعدك رح تكون نهايتك أسوأ بكتير. احكي. عم تعذبي حالك على الفاضي. تعرف مين موجود عنا بالغرفة اللي جنبك؟ مين يعني؟ أكثر وسخ مخلص إلك، صادق. مسكناه هو وعم يتعامل مع السياسيين المزعومين يلي عم بيمولوا الإرهاب بأوروبا. ماني مصدقك. صدقت هلا. هذا صادق. صادق. أنا بعرفه منيح. ما بيحكي أبداً، هو قوي مثلي تماماً. لا تحكي حكي أكبر منك، لأنه الواضح مو هيك. هي أنا عمل لك. صادق ما رح يحكي أبداً. اعتقلته أكثر حدا خطأ. ما رح تستفيدوا منه ولا بأي معلومة.
تفضل. يا سلام يا سلام. شو هاد؟ لو عارف طالبين الأكل من برا كنت طلبت خروف مشوي. أنت أكيد عندك أمل إنه نفك أسرك، مو هيك؟ مو معقول تكون غبي لهالدرجة. الأوراق الرابحة صارت معنا. لما بتنشف المي النمل بياكل السمك، ولما بترتفع المي السمك هو اللي بياكل النمل. يعني قصدي ما تكون واثق بقدرتكم لهي درجة يا سيد يافوس. مجرى المي هو اللي بيقرر مين منهم رح ياكل تاني. ما رح اكل، خدهم من هون. معك حق، اكلت يلي اكلته، شو لسه بدك تاكل؟ ما رح تستفيد شيء أبداً. معناها خليني أقول لك سر إله علاقة فيني. أنا خسرت كل شيء بملكه بحياتي، مو من زمان، جرحي لساته جديد. تعرف شو يعني هالشي؟ يعني ما ضل عندي شي خاف إني أفقده يا صادق. هدول الرجال يلي عطوا الأوامر حتى يقتلوا فتحي ليكن قدام عيوننا، عم بتمالك حالي بصعوبة كبيرة حتى ما أتهور وأقتلن بإيدي وأخلص منن. يا فوز، أنا بعرف إنه هدول هن اللي قتلوا أبي كمان. ولأمتى رح نضل واقفين وإيدينا مكتفة؟ ما تزعجي حالك، ما فيهم يضلوا بلا ما ياكلوا. مبين إنهم ما رح ياكلوا. إذا كانوا رح يموتوا إن شاء الله هالشي يصير على إيدينا، مو لأنه كانوا جوعانين. ما رح يحكوا، وكأنهم بيعرفوا كل خطوة قبل ما نعملها. إيلام هني مدربين مشان هيك، هدول مرتزقة ما تنسي، يعني مدربين كتير منيح لحتى ما يعطوكي ولا أي معلومة إلا بطلوع الروح. وهلأ شو رح نساوي؟ إذا في سفك دم بتنحل القصة، بس مو أنا أعملها. هدول حتى ما بيفهموا بالضرب. في شي براسك؟ ايه في، او بالاحرى ما ضل عندي صبر. طالما دراغان ما بده يحكي فهو ما بيلزمنا ابدا. إيلام وقفي، إيلام، إيلام وقفي، إيلام افتحي الباب. إيلام لا تواخذني يا فوز، لا تعملي شغلات مجنونة، عم تدمري مهنتك هلا. بعرف انه انت بدك تعمل هالشي بايديك، بس بكفي لهون، ما رح اسمح له لهالوسخ بانه يلعب معنا بعد هلا. طيب افتحي الباب يلا. تعرفي إنه ما فيك تلمسيني، ما هيك؟ أنا ماني إرهابي عادي أبداً، أنا رئيس دولة. في دولة إرهابية بإنا دولة؟ شي مرة سمعت بدولة لخدمة الأشخاص؟ خلاص حكينا بهذا الموضوع. مزبوط حكينا كتير بهالسيرة. إيلام افتحي الباب، إيلام. أنا صار لي ناطرة هاللحظة من زمان كتير دراغان، ما هيك؟ بعرف إنه لازم أنقذ حياة أشخاص كتار أبرياء، لهيك
رح أسألك لآخر مرة، شو المعلومات يلي عندك عن الهجمات الجاية؟ وهلأ هي حيلتكم؟ ما عندكم شي غير هيك؟ أنتوا فاكرين رح تخلصوا مني؟ ما تواخذيني بس، أنتوا أشخاص كتير عاديين، كتير. ومين يلي قالك إن حيلة؟ احكي. هاي شو ما في حدا هون؟ هاي لك وين كون؟ روح واطلب المساعدة بسرعة لأنه بدها تقتله لدراغان. احكي وإلا رح شد الحبل لحتى ينقطع نفسك. تركيني. إيلام مو وقت جنانك هلا. افتح الباب بسرعة يلا. هذا مات. شو عملتي إلى؟ انت هيك حرقتي حالك. ما بيهمني حتى، ولسه الموضوع ما انتهى. هاي طالعوني من هون. لك طالعوني. وقفي وقفي، شو عم تعملي انت؟ وقفي لهون وبس صادق. وقت اللعب خلص انتهى. والله رح احكي، بس لا تقتليني. بترجاكي لا. لا معناها احكي شو بتعرف. لازم اتفرج على الفيديو. فيديو شو؟ لساتك عم تصعب الموضوع. اكيد في فيديو عن وقت العملية، ممكن يكون في شفرة. اذا شفت الفيديو رح أعرف لكم شو العمليات التانية رح يسوها. وطالما بتعرف إنه رح يبعت شيفرة، ليش ما بتعرف مين بعت هالشيفرة؟ كلنا تعلمنا طريقة فك الشيفرة مشان يكون التحليل سهل. أنا ما عم صدق هالزلمة يا فوز. والله العظيم أمول الصدق. إيلام وأنا كمان ماني عم صدقه، بس خلينا نجرب هالمرة. طلع فيني منيح، إذا ما بتقول شي عليه القيمة رح أخنقك بهذا مثل دراغان. وقفي شوي. شايفين الساعة؟ سبعتاش. هاي ساعة الهجوم اللي بعده. وين رح يصير الهجوم؟ شو اسم خطأ الباصات؟ صناعة. كملي الفيديو، لازم تكون المعلومة أوضح. الساعة 17، طريق الصناعة آخر موقف. هاد مكان العملية. زلمة ما له اسم يعني؟ أنا ما بعرف كل هالأشياء، أنا بخطط للتنظيم بس.
ما بعرف مين بيختاروا. طلع فيني. والله العظيم هاي الحقيقة، أنا خبرتكم بكل شيء. هاد ما بيكفي، لازم تعطينا معلومات أكثر بتقدر تنفعنا لحتى نعرف هويته. يا فوز أنت كفي، أنا رح خبر جماعتنا بالموضوع. بس إياك تفكر إنك فلتت مني، والله رح إجي ولف هالحبل على رقبتك. يا صديق، أنا برأيي هذا الوقت المناسب لحتى تنعش ذاكرتك. اسمعني سيدي، أنا عن جد ما بعرف. هالرجال بتجي من بلاد مختلفة، حتى ما بيعرفوا بعض ولا بيقربوا بعض. ما بعرف حتى إذا كانوا من نفس الجنس. نحن حتى لو عرفنا الموقع، تعرف كم ساعة بدنا لنلاقي زلمة من بين كل هالناس؟ إذا ما بتعطينا شيء واضح، ما رح تنفعنا هالمعلومات يلي قلتها لحد هلا. وبعدها إذا صار الهجوم، أنا يلي رح بقتلك مو إيلام. لحظة، كأني تذكرت شيء. احتمال يكون الهجوم الإرهابي مو هجوم انتحاري، يمكن رح يهاجموا بس لحمنا العيار الثقيل. وشو السبب؟ لأنه بدنا نبث المجزرة ونزعج المجتمع كله فيها ونكسب وقت أطول، ومشاهد كتير بتوجع. لأنه اللي منطمح له هو نشر الخوف على وجوه الناس. بعتذر، بس هيك وصف الوضع هاد. عم تشرح وكأنه عندك خبرة بهالشي. انتو هيك بدكم؟ لا تخليني قتلك، احكي يلا كمل. لازم حتى تنتبهوا منيح على التياب اللي لابسينها حتى يخفوا هالأسلحة تحتها، وهاد ممكن يمسككم طرف الخيط. ولك شو انت ما بتعرف مين نحن ولك؟ ها؟ مفكرنا أغبياء شي؟ قول شي أوضح من هيك. بني آدم من أي بلد، من أي شعب، احكي. قلت لك ما بعرف، ليش ما عم تفهم علي؟ ما بعرف. رجعوا شوي لورا وتفرج. الله يلعنكن، الله يلعنكن. ها، يا فوز، أنا رح روح على مركز العمليات، لازم نقوم ببعض التجهيزات مشان العملية. حكى صادق شي تاني؟ لا أبداً، ما بتوقع بيعرف أكثر من يلي حكى. شغلنا صعب كتير يا إيلام، ما عنا معلومات. كيف رح تقدروا تحددوا شخص بمنطقة كبيرة مثله؟ ما بعرف، بس ما عنا خيار تاني. يا ريت أقدر إجي أنا كمان. إذا بدك فيك تجي. هالشي مو بهالسهولة، فتت بهالطريق لحالي ولازم استمر بنفس السرية. أخذنا دراغان، بس في دائماً هدف أبعد للإرهاب لازم نوصل له دائماً، بتعرفي؟ بعرف، وبعرف كمان إنك ما رح تتراجع. وشو وضع دراغان؟ عم يتنفس، ضل عليه شوية آثار، بس لازم ياخد وقته ويفكر بجدية. خلينا نشوفه قبل ما نروح، بلكي منقدر نعرف شي. مثل ما بدك. لازم نوقفه لهالزلم إيلام، هالبلد ما بيتحمل خسارة دم لمواطن تاني بريء. بعرف، ما حدا رح يفقد محبينه اليوم، بوعدك. أها، يا فوز كراسو. شو شعورك هلأ؟ بعد ما يكون واقف الشخص يلي قتل كل اللي بتحبهن قدامك، وكيف شعورك وانت ما فيك تنتقملن؟ القهر يا دراغان، عم بنقهر كتير لأنه لساتك عايش لهلأ. عظيم، وكتير حلو لأنه هذا الشعور بيجيب لي سعادة. وكتير حلو أنت وهلأ مزلول وواقف قدامي بكل القوة اللي جامعة. كمان هاي النقطة بتخليني أتحمل. دراغان، اطلع على حالتك، كل خطوة عم تخطيها وكل نفس عم تاخده
عم يصير مثل ما بدنا نحن. في شيء انت ما بتقدر تفهمه. مزبوط كان بدي اياك تموت، بس لما شفتك بهالحالة فهمت انه الموت كان هدية لك. لسه ما خلصنا يا فوز كراسو، لسه ما خلصنا. بإيديك التنتين رح تطالعني من هون. عم تسمعني يا فوز؟ انك تمسك دراغان راكوفيتش ما انا بهالسهولة ابدا.